زراعه العظم بغرض زراعه الاسنان هي دعم للعظم الموجود ان يبقى فيه عظم كافي ان احنا نحط زرعه قويه. افضل وسيله لزراعه العظم هو جسم الانسان نفسه، بالذات لو كنا محتاجين عظم بكميه كبيره. بناخد جزء بسيط جدا من الفك من مكان الدقن، ده ما بيأثرش على الفك في اي شيء، وبنثبته في المكان اللي احنا بنحط فيه زراعه ببراغي، وبنملى الفراغات زي ما احنا شايفين هنا، ده قطعتين العظم، بنملى الفراغ ببعض المواد الخارجيه اللي بتحفز نمو العظم، مواد صناعيه بنملى بيها الفراغات الموجوده في العظم والفراغات اللي سبناها مكان ما رفعنا قطعه العظم المزروعه. وممكن نسيبها من غير شيء خالص على فكره، الجسم اصلا بيملاها في خلال فتره قصيره، مش مؤلمه الموضوع، الم بسيط جدا. وبنحط غشاء كولاجين، غشاء الكولاجين ده بيحمي زراعه العظم اللي احنا حطناها، وبعد كده بنسيبها في مكانها لمده حوالي 4 أو 5 شهور. خلال ال4 أو 5 شهور ده الجسم بيبدل العظم وبيحط بيكون مكانه عظم طبيعي من الجسم نفسه، بتكون فيه كميه كافيه ان احنا نحط فيها زرعات اسنان بصوره طبيعيه، نركب عليها بعد كده اسنان ثابته. الموضوع ربما قد يظهر ان هو شيء مزعج، بالذات ان احنا ناخد عظم من الفك، ولكن هو ابسط من كده بكتير. وبرضه ترجع تسمع تجربه المرضى الموجوده على في نفس الصفحه دي في الويب سايت، ربما انك تطمن اكتر. ولو ليك اي استفسار اتصل بيا وهجاوبك على اي حاجه قبل ما تفكر تزورني.